السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا عندي سؤال. أنا كنت بحلف كتير فترة من الفترات، وبعدين لما جمعت الحلفان لقيت إن هو يعدي يعني 15 أو حاجة زي كده اللي لازم أكفر عنه. فأنا مش بشتغل، يعني أنا لسه في الكلية، فهل بعمله بالصيام ولا بطلب مثلا من أهلي إن هم يكفروا عني؟ إيه اللي لازم أعمله بالظبط؟ يعني أنت عليك كفارات أيمان وأنت طالب؟ أيوه بالظبط. ما عندك فلوس؟ خاصة لا، يعني معايا اللي هو مصروفي من أهلي. خلاص، حببت أن تصوم صمت، إذا ساعدوك كف أطعمت. طب الأولوية للإطعام يا شيخ ولا؟ ما هو على حسب حالك، مش الأولاد إلزاما أن تطعم إذا كنت تستطيع. يعني إذا كنت تستطيع الإطعام ليس هناك تخيير بين الإطعام والصيام، إنما ربنا قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، فلا تتجه إلى الصيام، ولا يجوز لك أن تصوم في حال قدرتك على الإطعام. طب هل يجوز الصيام بعد العيد مباشرة اللي هو، ولا قصدي مش يعني هل ثم مفصلين يعني؟ أنا قصدي نعم 15 في 3 ب 45، فصوم ال 45 يوم مفصلين. عليك كم كفارة؟ تقريبا 15. لا يلزم التواصل، لا يلزم التوالي في صيام الكفارة. تمام، شكرا لك يا شيخ. لأن ربنا قال في 3 أيام، لم يقل متتابعات.